السلام عليكم طلاب العزاء. اليوم المحاضرة راح تحكي عن الجزء الخامس بعدنا اللي هي أشكال داخل مثلث أو مخروط. المحاضرة اللي فاتت أخذنا أشكال داخل مثلث، مستطيل داخل مثلثين كان أخذنا، سؤالين علينا. اليوم المحاضرة راح تكون عن أشكال داخل مخروط، مرة راح ناخذ أسطوانة ومرة راح ناخذ مخروط وبطن مخروط، بس تشوفون شلون. جدا مهم أشرح هاي المحاضرة، خاصة هذا السؤال اللي هو سؤال كتاب، السؤال الأخير سؤال وزاري. هذا جاي بعدة أشكال، هسه أشوفك الصيغة اللخة، لون غير أرقام، لو مثلا جد أبعاد أكبر أسطوانة إلى آخره من الصيغة، وبالأخير أذكرك بها إن شاء الله. فإحنا تعودنا شباب إذا شكل داخل مثلث أو مخروط، دالة الهدف حسب اللي يريده بالسؤال، حجم مساحة إلى آخره، الدالة المساعدة تشابه مثلثات، تعلمنا بالمثلث، نجي شكل داخل مثلث عرفت كيف مثلثات آخذ. نقول تشابه مثلثات، تشابه مثلثين، يعني لازم عندي مثلثات اثنين، ضلع كبير على ضلع صغير، ضلع كبير على ضلع صغير. نفس الشيء هنا، فقط الصعوبة بالرسم أنا بقول لك إياها، راح أسهل عليك إن شاء الله هسه، راح نسهل على كيفنا، وأشوفك يا مثلثات تاخذ تنحل مشكلتك، أنا أعرف مشكلتك بس بهاي الخطوة. إذا شباب راح نحل السؤال، جد حجم أكبر أسطوانة دائرية، دير بالك هذا مشكل هندسي، هسه بقى يمكن وضعه داخل المخروط دائري. لو جد حجم اكبر اسطوانه دائريه كان الجزء الثالث اللي على اشكال هندسيه يحكي صح؟ لو جد حجم اكبر اسطوانه دائريه قائمه يمكن وضعها داخل المخروط دائري قائم ارتفاع 8 وطول قطر قاعدته 12. فانا قلت لك لازم نعطيك الارتفاع والقاعده، هاي لازم بالمثلث او المخروط، هي هاي تفيدك بتشابه المثلثات. تمام؟ إذا نحن تعلمنا أول خطوة نجي نرسم، لازم هنا رسمك يكون دقيق. راح نرسم مخروط. هذا مخروط دائري قائم شباب. احنا شو بدنا نحط؟ بدنا نحط أسطوانة. إذا راح نجي نرسم أسطوانة من هذا البعد شباب. نزلها على قاعدة المخروط. نسوي قاعدة مال اسطوانة. كأنه هذا شفت خير شلون؟ كأنه قاعدة بنص هسه هاي. هاي القاعدات كأنه مضبطة بس هي اللي لازم ترسم. اوكي؟ يعني القاعدة مال المخروط والقاعدة مال المفروض ما تبين عندك القاعدة مال اسطوانة، المطبوق واحدة على الأخرى. المهم هسه هيك الشكل يرسم. نجي شو نعطيني؟ يعني منطيني ارتفاع وطول قطر القاعدة مالت من؟ مال مخروط، هذا كله مال مخروط. إذا إيه نسوي بالأزرق شباب باعوا وياي يعني. هذا ارتفاع المخروط، أنا مو شغلي على المخروط، شغلي على الأسطوانة، إذا ما أرمز رموز للمخروط، رموز تصير للأسطوانة، إذا هذا الارتفاع 8، أنا راح أسجل 8، القطر مال هذا نصف القطر مال مخروط، انا اعطيني نصف القطر، هذا 12 قطر، نصه ايش قد؟ نصه 6. حلو الحكي اللي هنا؟ كلش حلو. الاسطوانه شنو بيها؟ بيها ارتفاع وبيها نصف قطر. اذا حنرمز للارتفاع هذا شباب اللي بالازرق من هنا مو كله، هذا حنسميه اتش. ونصف القطر سوي وياه لون، سوي بالازرق همينه. نصف القطر مال الاسطوانه هو هذا حنسميه ار. جدا مهمه هاي الخطوط يا شباب، تحط ارتفاع المخروط وارتفاع الاسطوانه، نصف قطر قاعده المخروط ونصف قطر قاعده الاسطوانه، لان هي هاي التشابه المثلثات عن طريقها، فالرسم جدا مهم. اذا هنا انا خلينا نقول بعد ما اكتب المثلثات والمثلثات بعدني حقول لتكن او ليكن اتش ارتفاع الاسطوانة، أنا شغل وين؟ على الاسطوانة. المخروط معلومة بعادة ما علي يمين. وليكن ار نصف القطر، ما دام بيحكي على أكبر اسطوانة يعني أكبر حجم، حالياً نقول ليكن في نصف قطر، نصف القطر طبعاً مال الاسطوانة، حجم الاسطوانة. هذا همينة مال اسطوانة. تمام؟ إذا هسه استاذ رسمنا فد رسم بسيط.
ارتفاع الاسطوانة هذا فقط ضعوا من هاي النقطة السادة من هاي الدي من هنا ينتهي هذا ارتفاع العفروس القطر قاعدة الاسطوانة. اذا استاذ نجي على خطوة رقم 2 اللي هو نكتب دالة الهدف. هاي ثانيا دالة الهدف، اولا رسمنا وحددنا فرضنا متغيراتنا ورسمنا اسطوانة داخل مخروط دائري. جد حجم اكبر اسطوانة، ضعوا يا شباب جد حجم اكبر اسطوانة، دايريد اكبر اسطوانة، يعني شنو هو اكبر اسطوانة؟ يعني اكبر حجم للاسطوانة. اذا دالة الهدف حتكون V يساوي باي، دير بالك اسطوانة مو مخروط، باي ار تربيع في اتش، تمام؟ هاي من يا شباب؟ هاي دالة الهدف. طبعا هاي نصف القاعدة 6 جبتها من هنا، القاعدة 12 نصف القاعدة 6. دالة الهدف شباب بمتغيرات 2 R و H حصير معادلة رقم 1، ما أقدر أشتقها لمتغيرات 2. إذا لازم أروح على خطوة رقم 3 اللي هي دالة الهدف. دالة الهدف هنا شباب حتكون عبارة عن شنو؟ تشابه مثلثات. بس مشكلة في الإضاءة الضوء يعكس شوية على سطح أولي. المهم شباب كمل. دالة المساعدة حتكون عبارة عن تشابه مثلثات. شلون استاذ؟ أنا قلت لك احفظ، إذا أجاك شكل داخل مخروط أو مثلث فالدالة المساعدة تشابه مثلثات. راح نجي ندور على مثلث يمين. أنت حسب نظرك يا هي حناخذ هذا المثلث الكبير القائم بشوفه. سلك يا بالأخبار. هذا المثلث بالاخضر. المثلث الصغير وين زين استاذ؟ انا اهم شيء اريد علاقه بين الار والاتش. هذا المثلث الصغير حاخذ بشوفه اللي هو هنا حيدخل ار. هذا المثلث الصغير، شلون حندخل اتش هسه احنا نعرف. اوكي؟ طبعا اكو طريقه لفه انه انت تاخذ غير مثلثات، تعرفون من هذه. المهم انا اقول لك هذا المثلث الكبير شباب وهذا المثلث الصغير. مراتك واحد يقدر تاخذ هذا ترى تشوفه هذا تقدر تاخذه ويا مثلث كبير او ويا هذا المثلث عادي ترى. بس انا هسه كطريقه هذا المثلث الكبير اللي قاعد اشوفه وهذا الصغير اللي فوق الاسطوانه، واضح شباب؟ اذا راح نجي حسمي هذا المثلث بالاخضر، خلينا نسميه اي باع بي سي، هذا الكبير وهذا هنا دي وهنا اي، هذا الصغير، تمام؟ اذا من تشابه اي مثلثين اي بي سي والمثلث اي دي اي، الضلع الكبير على الضلع الصغير، الضلع الكبير على الضلع الصغير، شلون؟ هذا الضلع الكبير وهذا المثلث الكبير 6، حاجة اكتب 6 على منو شباب؟ على الضلع الصغير، ايش قد هنا الضلع الصغير؟ نصف قطر قاعدة الاسطوانة، يعني 6 على ار يساوي الضلع الكبير هذا كله ايش قد؟ عيال 8، هذا اكتب 8 على هذا ايش قد؟ استاذ هو من مال هنا اتش كله 8، باعوا وياي هذا كله 8 ناقص اتش راح يبقى لي هذا، اذا مثل مثلث ترى شباب 8 ناقص اتش راح يبقى بس هذا، اذا صارت اكو علاقه بين الاتش وبين الار. يعني هذا المهم، واحد يقول استاذ هذا المثلث الكبير والمثلث شلون حتقدر تدخل الاتش والار؟ لا، هذا المثلث الصغير بي هذا ار وهذا هذا مو اتش، صحيح مو اتش بس هذا 8 ناقص اتش، اذا دخلت اتش دخل الار والاتش ضمن العلاقه مالتنا، هو هذا اللي اريد انا اسوي علاقه بين الار والاتش، ما يهمني تشابه مثلثات هو يعطيني اياها، انا يمشي علاقه بين الار والاتش حتى اعوضها بمعادله رقم 1 حتى تصير متغير 1. واضح شباب؟ اذا المثلث الكبير اي بي سي واي دي هاي اسهل طريقه لك، قلت لك غير مثلث تقدر تاخذه بس هاي اسهل لك، تمام؟ اذا طرف الوسطين حيصير 8 ار يساوي 6 في هذا راسا شباب 6 في 8 48 ناقصا 6 اتش، اذا الار يساوي نقدر نقسم الطرفين على 2
بس نبسطه تقسيم 2 حيصير 4 نقدر على 0 نقسم على 2 4 يساوي 48 على 2 24 ناقصا 3 اتش. اذا ال R يساوي 24 ناقصا 3 اتش على 4. نقدر نجزئ طبعا يعني هيك يصير ال R يساوي 24 على 3 8 ناقصا 3 على 4 اتش. تمام مضبوط. 8 ناقص 4 على 3 شو 4 على 3 عم كاتب تقسيم 2 4 ار ها نسوي دلالة اتش هذي ماكو فرق شباب. هاي نسوي دلالة بالسؤال دلالة اتش هنا سوينا دلالة ار ماكو فرق. فشباب المهم الضلع الكبير 6 على الضلع الصغير ار هذا 8 هذا كل 8 على هذا اللي هو 8 ناقص اتش ضرب الطرفين بسطين 8 ار 6 في 8 48 في 6 6 في اتش ناقص 6 اتش قسمت الطرفين على 2 هنا بقى لي 4 هنا بقى 24 هنا بقى 3. اذا الار ايش يساوي؟ هذا كله على 4 قسمت 24 على 4 8 ناقص 3 على 4 اتش سويت المعادله دلاله ار او اتش. انا ليش نسوي دلاله اتش باعوني ما انتبهت. واحد يقول استاذ ليش سويت دلاله اتش انت؟ لان هنا حتى هذا الار اذا حجيب اعوض هذا هنا لازم اربعه حصل صعب علي صح؟ زين ماكو مشكله سبع علي انا ما انتبهت كلش. اذا هذا قلت حجيبه هنا لازم اربعه زين انا ليش ما اصير ذكي اسوي معادلتي دلاله اتش استاذ؟ تقدر تسوي دلاله اتش اذا نقدر نسوي دلاله اتش حتى راسا نجيب الاتش هنا اعوضه كلش عادي. اذا حنرجع بس هنا هذا ايش حيصير؟ حيصير اذا 3 اتش يساوي 24 ناقصا 4 بس بدلت هذا المكان هذا. تمام شباب كلش طبيعي ترى. راح نجي لسه 24 على 4 كتبت 8 طبعا يلا ماكو مشكله. اذا ال اتش يساوي 24 ناقصا 4 ار على 3. لسا قلت 24 كان على 4 هم كتبت 8 ماكو مشكله. ال H يساوي 24 على 3 هسه هاي 8 ناقص 4 على 3 R. هسه هذا تقدر رسم تعوضه مكان هذا اسهل لك شباب. تمام اذا سويت دلاله R ما يطلع 8 يطلع 6 ناقص 3 على 4 H. اوكي اذا دلاله R تقدر لازم تربع الطرفين تصير هوس عليك هي مو غلط بس ليش تسوي على نفسك الخطوه خطوتين؟ لا انت شفت اتش سوي دلاله اتش وعوضها. اذا شباب هاي الداله عن شباب مو انه احذف او انقص من السوالف لا ما في مشكله سويتها بدلاله ار او يسع بدلاله ار مو غلط بس جيت رجيت اعوضها حتى تظل ببالي جد اعوضها هنا لازم اربع وما اربع ليش اسويها على نفسي خطوتين؟ اذا سويتها بدلاله اتش اجيب هذا كله اعوضه بمكان هذا. تمام 24 على المساحه ما يحتاج مساحه هسه 24 على ايش قلت لي ساعه والله انتبه على 4 صار 8 لا تسوى 24 على 3 8. اذا خطوه رقم 4 نعوض الداله المساعده اللي هي المعادله رقم 2 بمعادله رقم 1. اذا جيب معادله رقم 1 هذه حيصير 2 تعرفونها بعشرة بواحد ال V يساوي باي R تربيع شيل ال H حطه بمكان هذا باي عشان سهلة 8 ناقص 4 على 3 R سد القوس أحسن ما تقعد تربع. إذا ال V يساوي أضرب هذا في 8 8 باي R تربيع ناقصا 4 على 3 4 على 3 باي R تكعيب بس مجرد وزعت. هسه شباب خطوة رقم 5 صفر اختبرين انتهي السؤال على بساطته ونرجع اسلمك اياه حتى تعرف المثلثات شلون تاخذها جدا بسيط ترى هيك اسئله حتى الترسيت مالت هو الاشتقاق جدا بسيط 5 نشتق اشتقت هذه 2 في 8 باي 16 باي
ار ناقصا 3 في 4 على 3 باي ار تربيع، نصفر صفر يساوي 16، هذا يبقى 16 باي ار، هذا شباب 3 في 3 ناقص 4 باي ار تربيع. ايش قد نقدر نسحب على المشترك؟ 4 باي ار كله على المشترك، من هنا ايش حيبقى؟ راح يبقى 4، من هنا ايش يبقى؟ يبقى ار ناقصا ار. اذا اما الار صفر لان 4 باي، اما اكتب لك 4 باي ار يساوي صفر، اذا الار يساوي 0 هذا يهمل ما كل نصف قطر صفر، او 4 ناقص ار يساوي صفر، اذا الار يساوي 4 نصف قطر قاعده الاسطوانه. طلعت الار، ترجع تعوضها بمعادله رقم 2 حتى تطلع الاتش، تمام؟ اذا هعوض الار هنا، اذا راسا شباب تكتب لي انت اتش يساوي 8 ناقص 4 على 3 في الار اللي هو 4، تمام؟ شو راح يصير؟ عشان يطلع كسر هذا. اي طالع 8 على 3. انا معوض الاتش طالع 8 على 3، تمام؟ فالاتش حيصير 8 ناقصا 16 على 3. تقدر طبعا شباب 3 في 8 24 ناقص 16 يبقى 8، يعني 8 على 3. اذا الاتش يساوي 8 على 3. مرات بعض الطلاب يتوهمون يشوف في نواتج كلش طبيعي يا شباب عادي. هسه هو ايش يريد؟ انت المفروض هنا خلصت طلعت ابعاد اكبر اسطوانه، بس هو يريد جد حجم اكبر اسطوانه، ما يريد الابعاد. نفس هذا السؤال باعوا يا شباب، نفسه جد ابعاد اكبر اسطوانه دائريه توضع داخل مخروط بس هذا الابعاد، هذا سؤال اخر جوزاني. هسه يريد جد حجم، اذا انا لازم نخلص طلعت الار والاتش، نرجع شو نطلع؟ نرجع نطلع الفي، اذا الفي راح يساوي باي الار ايش قد؟ 4 تربيع في 8 على 3. اذا طلع الفي، طالع الحجم شباب 128 على 3 باي، 128 على 3 باي سنتيمتر تقعير. هذا الحجم لانه هو هذا حجم، اذا فقط قال لك جد ابعاد اكبر اسطوانه تلقى بس الابعاد توقف، تمام؟ سؤال جدا بسيط شباب، عذرا على يعني الغلطه الوحيده اللي غلطت هي انا اعترف فيها 24 على 4 قلت 8، لا هو اذا تريد تسوي دلالة ار ماكو مشكله، انت جرب غير طريقه بس حيضوجك التربيع، بس انا شفت غلطان اصلا بالقسمه، يعني مرات واحد تصير داعي سوالف. هسه ناخذ سؤال الاخ شويه، ممكن انت وين راح توقف؟ توقف في فهم السؤال، يعني هو شوي صيغته طويله، يعني بشكل حيعطيك مخروط داخل مخروط، راح ارسم لك اياه شباب. احنا ما دام شكل داخل مخروط، اذا الداله المساعده عباره عن تشابه مثلثات، صح؟ هذا اتفقنا عليه احنا. زين، بس شلون حارسم هذا الشكل هسه؟ شوي يحتاج تفهم صيغه السؤال، صيغه السؤال طويله شويه، نطولها بالكتاب ابو وزاري حشرح لك اياها، ونرسمه ونحله، ويبقى لنا ما يبقى لنا شيء، يبقى لنا الجزء الاخير اللي هو الجزء السادس، الشواذ اللي هي ما تنطبق عليها اي من ذني المعادلات او ذني التقسيمات اللي اخذناها، الخمس تقسيمات، شواذ جدا بسيطه، اربع اسئله عازله على صفحه، تسمير يعني شواذ او فيكه او يعني انت اللي يعجبك، مخروط هذا زوج مخروط دائري قائم نصف قطر قاعدته أربعة سنتيمتر وارتفاع 12، هذا الشيء اللي قلنا لازم ينطلع اياه، وارتفاعه 12 سنتيمتر، يراد قطع مخروط دائري منه، بعد قلنا لك راح ارسم داخل مخروط، يراد قطع مخروط دائري منه يرتكز في رأسه
في مركز قاعدة المخروط الأصلي. هسه راح أشرح لكم ببساطة شباب قاعدة المخروط الأصلي، فقاعدته توازي. لا يخوفك السؤال، توازي قاعدة المخروط الأصلي. قاعدة المخروط الأصلي جد أبعاد المخروط المقطوع، جد أبعاد المخروط المقطوع بحيث ليكون حجمه أكبر ما يمكن، ليكون حجمه أكبر ما يمكن. انتبهوا يا شباب زين، هذا السؤال جزء طالب ما يفتهمه، راح أسهل عليك هذا السهل. يقول لك مخروط دائري قائم نصف قطر قاعدته 4 وارتفاعه 12، فتشي عادي مخروط دائري قائم. يراد قطع مخروط دائري من عند داري دقطع مخروط دائري، تمام؟ يرتكز رأسه في مركز قاعدة المخروط، رأسه في مركز قاعدة المخروط الأصلي، وقاعدته توازي قاعدة المخروط الأصلي جد أبعاد المخروط المقطوع ليكون حجمه أكبر ما يمكن. يعني شباب بس بغيو عليه هسه بحكايتين ألخص لك إياها. يعني أنت عندك هذا مخروط وهو السؤال، إذا أقول لك ارسم لي أكبر مخروط داخل هذا الشكل، راح تيجي ترسم واحد نفسه ببطنه، صح ولا مو صح؟ 100% هذا الحكي دا جاني. إذا دا أقول عوفك من يقطع ما يقطع، دا أقول لك ارسم أكبر مخروط داخل هذا المخروط، راح تقدر ترسم مخروط شبهه داخله، واحد بطن الآخر تحطه. زين إذا قلت لك ارسم لي مخروط ببطن هذا بس بالمغلوبي، راح تصير صعبة عليك. جزء واحد يرسم من هنا، جزء واحد ايش حيرسمه، جزء واحد بعد من هنا نزل القاعدة، حصير عدة احتمالات، يصير أصغر كلش من المخروط الشيلي، صح أو مو صح؟ فهو ده يقول لك يا هذا الحكي، ده يقول لك جد أكبر مخروط، جد أكبر مخروط يمكن وضعه داخل مخروط ارتفاعه 12 وقاعدته نصف قطر قاعدته 4 بس شنو بالمغلوبي؟ جد أكبر مخروط يمكن وضعه داخل مخروط همينه بس بالمغلوبي. قاعد فهمته؟ هسه ارجع لك اشرح لك السؤال اللي يقول لك مخروط دائري قائم، الرسم صار حلو والله عفوا ما حمسحه. مخروط دائري قائم ارتفاعه 4، شوية ارتفاعه طبعا الارتفاع 12، ها الارتفاع 12، ارتفاع 12 نصف قطر قاعدته اللي هو هذا نصف قاعدة المخروط الأصلي، ارتفاع ايش قد قلنا؟ امسحها شوية هذا من هنا كون دقيقين بالرسم على مو طالب انه هو الحل بالرسم. ارتفاع 12 ونصف قطر القاعدة 4، اذا هذا ضلع من هنا 4. يراد قطع مخروط من عنده، اريد اطلع مخروط من عنده. يرتكز رأسه، رأس هذا المخروط الجديد يرتكز رأسه مع وين؟ في مركز قاعدة المخروط الأصلي. هاي القاعدة مال المخروط، هاي مركزه، يعني الرأس مال المخروط الجديد من هنا راح يطلع. إذا هذا الرأس مال المخروط الجديد، تمام؟ يرتكز رأسه في مركز قاعدة المخروط الأصلي، وقاعدته قاعدة هذا المخروط الجديد، هاي القاعدة مالته توازي وين؟ توازي قاعدة المخروط السبع، القاعدة توازي القاعدة صارت، تمام؟ هذا الحكي. أنا راح أصير لك يا بياناتنا جد أكبر مخروط دائري قائم يمكن رسمه بالمقلوبي داخل مخروط دائري ارتفاع 12 ونصف قطر قاعدته 4، صح أو مو صح؟ فأنت راح ترسم مخروط بالمقلوبي داخل هذا المخروط، هذا ارتفاع 4 ارتفاع 12 ونصف القطر مالته 4. أستاذ هي صار سهل هسه، هذا الحكي كله زايد مو فاهم. راح نيجي نرمز هسه برموز اللي هي نصف القطر مال المخروط هذا ارتفاع، هنا ابعاد المخروط الجديد ارتفاعه اتش، اريد اكبر مخروط اقدر ارسمه بالمقلوبي داخل هذا المخروط الكبير.
لهنا انتهى الرسم. حجر بالله ليكن R نصف قاعدة المخروط المقطوع، حتى لا يعرف، حتى يعرف مو الأصلي المقطوع. أنا راس ما شل عليه، المفروض يعرف هو. ليكن H ارتفاع المخروط المقطوع، بعد أكيد الحجم ليكن في حجم المخروط أو تكون المخروط الجديد أو أي شيء المقطوع أو يعني بالمقلوبي كيفك يعني على قد يمك. إذا شباب هاي أول خطوة اللي هي رسمنا الشكل شوية، قلت لك دير بالك على سبت السؤال، هي واضحة نوعا ما إذا أنت قاري السؤال. هسه راح نجي بس شوية نرتب الشكل مالتنا. هاي القاعدة، هاي القاعدة هم نسويها تمام. ثاني خطوة نكتب دالة هدف، مخروط دائري قوم، هذا كله حكي ما اعرف شنو، هذا كله على الرسم. بدء ابعاد المخروط المقطوع لكي يكون حجمه اكبر ما يمكن، اذا اريد حجم المخروط هو اكبر ما يمكن، اريد الحجم يصير اكبر ما يمكن. اذا خطوة رقم 2 دالة الهدف هي V تساوي باي ار تربيع في اتش، هذا حجم اسطوانه، حط له ثلث يصير حجم مخروط. داله الهدف بمتغيرات 2 تبقى رقم 1 تنتظر احد يساعدها. اذا هذه داله الهدف. راح نجي هسه على الداله المساعده. اي شكل داخل مخروط او مثلث الداله المساعده عباره عن تشابه مثلثات. استاذ صار سهله ما ودي تحكيهن. المثلث الكبير هذا اي B C، هذا المثلث الكبير. المثلث الصغير هذا يعني هذا أبو هذا صغير هني A D E، إذا هذا أضلاع بالأخضر، هذا الأضلاع في الرؤوس ما تلي بالأخضر. إذا حنجي خطوة رقم 3 نقول من تشابه، من تشابه ال مثلثين من هي A B C، المثلث A B C والمثلث A D E، هذا الصغير A D P، الضلع الكبير 4 على الضلع الصغير R، يعني 4 على R يساوي نفس الشيء الضلع الكبير 12 على الضلع الصغير، هذا ايش قد 12 ناقص H، نفس الاسطوانه ترى شباب، 12 الضلع الكبير على 12 ناقص اتش راح يبقى لي بس هذا الصغير، اذا على 12 ناقصا اتش هذا 12 على 12 ناقص اتش و4 على ار، مضبوط شباب. هم نسوي دلاله، هم نسوي دلاله اتش لان المعادله جاهزه دلاله اتش، اذا ار لازم نربعه، فهمتوا نفس ذيك الخطوه. اذا حنضرب طرفين وسطين 4 4 في 12 ناقص عن h يساوي 12 r، 4 في 12 48 ناقص 4 h يساوي 12 r، حنسوي دلالة h يعني h يساوي، إذا حيصير 4 h يساوي، حيجي هذا من هنا وهذا من هنا 48 ناقص عن ايش قد 12 r، إذا h يساوي 48 ناقص 12 R على 4. هذا شباب اللي هو مسوي لك اياه اللي هي دلالة H، عم نسوي 12 ناقص 3 R، غلطانين فتشحنا 12 R، وين ال R 12 R، وهنا 4 في 12 ناقصا H مقسم على 4، يعني بعض الترتيبات مرتبة ماكو مشكلة. هسه راح نجي شباب هذه نعومها هنا، او ممكن انت تبسطه يعني ال H راح يساوي 48 على 4 بين 12 على 4 ناقص 3 R، هذا اسهل لك صار. هاي بعد يمك شباب التفصيلات هاي مالح بيها شويه، لان هي صح انا اقول لك هاي غلط مرات، بس تقدر تتعوض هنا ترتبه كيفك، بس هيك احسن طبعا. هاي معادله
رقم 2 وعرفنا ليش سويتها بدلالة H حتى صنعتها بمكان هذا H. إذا خطوة رقم 4 هاي الدالة المساعدة، خطوة رقم 4 نعوض رقم 2 بدلالة 1، إيدك على هذا V يساوي ثلث باي R تربيع، شيل ال H حط هذا اللي هو 12 ناقص 3 نبسط هسه شباب، مجرد نبسط حتى نقدر نشتاق نصفر نكتبه. خلص السؤال صار متغير واحد في يساوي ثلث باي في 12، 12 على 3 4 باي ار تربيع، ثلث باي ار تربيع في 3 ار حيصير ناقص باي ار تقعيد، نشتاق 8 باي ار ناقص 3 باي ار تربيع، نصفر صفر يساوي 8 باي، حيطلع الرقم انا ضج من جرقم يعني باح 8 على 3، المشكله هاي دير بالك انت تخاف من جرقم. هسه شوف صفر يساوي 8 باي ار ناقص 3 باي ار تربيع، يعني تعود انه يطلع لك الار كسر عادي، انا مرات يطلع لك رقم اخاف على الطالب، اخاف هو يشك بنفسه يقول انا غلطان بشيء. نقدر نسحب عامل مشترك اللي هو ايش قد؟ باي ار حيبقى هنا 8 ناقصا ار، يعني اما باي ار يساوي 0 هذا يساوي 0، يعني الار 0 هذا يهمل، او 8 ناقص ار 3، وين طيحت 3 ار؟ انسحبت باي ار عامل مشترك بقى هنا 8، هنا 3 ار 3 ار او 8 ناقص 3 ار يساوي 0، اذا 3 ار يساوي 8، اذا شباب الار يساوي 8 على 3، هذا النصف القطر مع المخروط الجديد، هذا يعني اللي راح انقطع من المخروط الاصلي، هو يعني شنو شباب؟ جد ابعاد المخروط لكي يكون الحجم اكبر ما يمكن، اذا نتوقف لحد الابعاد لقينا الار، نعوض الار هنا شباب حتى نطلع الاتش، حيصير ال H يساوي 12 ناقص 3 في 8 على 3، هاي 3 في 3 12 ناقص 8، إذا ال H يساوي 4، حتى نتأكد لك ال H 4 ونصف القطر 8 على 3. إذا شباب نعيد السؤال شوية، جد أكبر حجم أو جد أبعاد أكبر حجم لمخروط يمكن رسمه داخل مخروط، لا أحد يضحك، يمكن رسمه داخل مخروط دائري بالمقلوبي، علما ان ابعاد المخروط الاصلي او الكبير هو هالقد بهالقد، ايش قد؟ 4 ب 12 ابعاد، يعني نصف قطره وارتفاع. اذا هذا كل الحكي اللي حكيته هي حكايتين هو كاتب لك اياه، بحيث انه الراس مال المخروط الجديد في مركز القاعده، والقاعده مالته توازي القاعده، كل الحكي ما عليك فيه، ارسم هيك شيء تشابه مثلثات الداله المساعده ونحل السؤال ونجيب حل ارقام وتطلع لك مرات كلش عادي، يطلع لك كسور. لهنا يا شباب تنتهي اشكال داخل مثلث او مخروط، شفتوا كله حليته باستخدام تشابه المثلثات. هذا التطبيقات ترى كلش سهل والله العظيم، تطبيقات انا احبه يعني لانه هو مو اسهل من المعدلات، ترى ما ينتهي معدلاتها بسهله هي، بس كموضوع شباب ترى هو انت تقراه وتشوفه هوسه، هو مع النوتك بس هذا من الرقمين، هو جدا بسيط بس افهم خطواته. هسه لحد الان انا كل الاسئله حليتها كان باستخدام الخمس خطوات الراحة، صح ولا مو صح؟ خمس خطوات تحل اي سؤال، بس مرات انا علي الداله المساعده انا افهمك اياها. انتظروني بعد باربع اسئله اللي هي يعني شواذ او قلت لك اسميها فيكات بيها، نحلها ان شاء الله وحدها، نشوفكم على خير طلابنا الاعزاء.